أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما تحقق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية تأتي ترجمة للتطلعات والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد والذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية وعملوا من أجل ذلك، الأمر الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة. نوه معاليه بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبالحرص والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيرا إلى أن لكل هذه الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية خلال العامين الماضيين. أشار معاليه إلى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019، حيث تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني، كما تمت زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني، إذ بيّنت المؤشرات أن مملكة البحرين شهدت نموا إيجابيا في العام 2019. ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى لقائه بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا على أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون. أضاف معاليه أن السادة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وبدعمهم المتواصل سيستمر العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.